27 من المعالم السياحية الجميلة في فرنسا. منحدرات إتريتاتن. منحدرات إتريتاتن تشبه المنحدرات البيضاء في دوفر، إنجلترا. إتريتاتن هي منحدرات طويلة مقوسة تصل إلى عمق إنجلترا. في السنوات الماضية كانت هذه القرية الزراعية مكاناً جذاباً ومغرياً لإنشاء الأعمال الفنية لفنانين مثل كلود مونتي وكتاب مثل جيدي موباسان. كاتدرائية ريمس. تعتبر كاتدرائية ريمس مكاناً مهماً في الملكية الفرنسية بسبب تتويج الملوك الفرنسيين في هذا المكان. استمر بناء هذا المبنى الضخم والمذهل على الطراز القوطي من عام 1211 إلى عام 1375. تجذب كاتدرائية ريمس مليون سائح كل عام. مدينة ستراسبرغ القديمة. ستراسبرغ هي مدينة من العصور الوسطى كانت عاصمة الألزاس. تتميز مدينة ستراسبرغ القديمة بشوارع ضيقة مرصوفة بالحصى تصطف على جانبيها المباني الخشبية. وفقاً للسياح، فإن أفضل طريقة لاكتشاف مدينة ستراسبرغ القديمة هي المشي أو ركوب الدراجة على طول قنوات المدينة. منتجع شاطئ ديس أنجلي في نيس. يعد بروميناد ديزامبلي في نيس بفرنسا أشهر مسار للمشي على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تم اختيار هذا الاسم لوجود السياح الذين يقضون الشتاء في هذه المنطقة منذ بداية القرن 18. اليوم يعد هذا المنتجع أحد الوجهات الأولى لقضاء العطلات، ليس فقط للحمامات الشمسية ولكن أيضا للمتزلجين والمتزلجين. مدينة أنيسي. تقع مدينة أنيسي في جبال الألب وفي الطرف الشمالي لبحيرة أنيسي. كانت هذه العاصمة الرائعة ذات يوم جزءاً من سويسرا وسردينيا، ولكنها انضمت إلى فرنسا في عام 1860. تنقسم مدينة أنيسي التي تعود إلى العصور الوسطى إلى عدة أجزاء بواسطة قنوات صغيرة وجداول متدفقة، مياهها نظيفة وحلوة ولامعة. أهم معالم الجذب في نيسي هو المبنى المسمى بالي دي ليسلي، والذي يقع في منتصف القناة. قصر فونتينبلو. يقع قصر فونتينبلو على بعد 65 كيلومتر من وسط باريس، وهو أحد أكبر القصور الصيفية الملكية في فرنسا. في القرن 12 كان قصر فونتينبلو هو المكان الذي تنازل فيه نابليون عن العرش قبل نفيه إلى إلبا. يحتوي مجمع فونتينبلو على العديد من المباني الرائعة التي هي أكثر روعة من الداخل من الخارج. جسر بونت دو جارد القديم. جسر بونت دو جارد هو جسر روماني قديم تم بناؤه فوق نهر جاردون في جنوب فرنسا. تم بناء هذا الجسر القديم جداً حوالي عام 40 بعد الميلاد، وهو جزء من طريق طويل جلب المياه من نبع في أوزيس إلى مدينة نيم الرومانية. يبلغ طول جسر بونت دو جارد 49 متراً ويعتبر أطول جسر في روما القديمة. مدينة كاركاسن التاريخية. كاركاسن هي مدينة تاريخية شديدة التحصين في منطقة لانغودوك روسيونا.
يبلغ عمر مدينة كاركاسن 2500 عاما، وأصبحت جزءا من فرنسا في منتصف القرن الثالث عشر. في وقت ما كانت مدينة كاركاسن مركز صناعة المنسوجات الصوفية الفرنسية. في القرن التاسع عشر أصبحت كاركاسن وجهة سياحية مشهورة بتنفيذ مشروع إعادة إعمار المدينة. كاتدرائية شارتر. تقع كاتدرائية شارتر في بلدة صغيرة بالقرب من باريس، تبدو أصغر من أن تكون كاتدرائية. الصحن الواسع والردهات المزينة بالمنحوتات الجميلة والرائعة والنوافذ ذات الزجاج الملون، كلها من بين المعالم البارزة في هذا المبنى الذي يعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. تعد كاتدرائية شارتر واحدة من أفضل الأمثلة على العمارة القوطية الفرنسية. الكثبان الرملية بلا. كثبان بلا الرملية الواقعة في خليج أركاشونا لديها أطول شاطئ رملي في أوروبا. يتحرك هذا الشاطئ شرقاً حوالي 4.5 متر في السنة. تسببت هذه التطورات في تدمير الأشجار ووصلة الطرق وحتى فندق. في الجزء العلوي من الكثبان الرملية هناك منظر خلاب لساحل المحيط الأطلسي ومدخل الخليج من جهة، وغابة الصنوبر الكبيرة على الجانب الآخر.